خلونا نستقبل عبر الهاتف استاذ اشرف غريب الناقد الفني. استاذ اشرف اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. خليني اسال حضرتك، انه يمكن قلت في بدايه تقرير انه كبار المطربين يعني ام كلثوم، عبد الحليم، فريد الاطرش اشادوا بشكل كبير جدا بصوت محمد قنديل. في رايك ايه اللي كان بيميز هذا الصوت، هذا اللون الغنائي واللي قدمه محمد قنديل؟ مبدئيا اول حاجه مصريته الشديده جدا، انه كان صوت مصري صميم، قدر في فتره مهمه جدا من تاريخ مصر انه يعبر عن طبقات شعبيه محدده. محمد قنديل كان صوت الفلاح وصوت العامل وصوت الانسان المصري البسيط. لو بنفتكر مثلا مع بدايات الثوره الدوار ورد بلدنا في اخبار، كان هو يعني كما لو كان الصوت اللي بيجمع الطبقه الشعبيه فلاحين وعمال حول احداث الثوره وتطوراتها وبياناتها والمبادئ اللي كانت بتنادي بيها في الفتره دي. لانه كان صوت مصري صميم، صوت مميز قوي لشخصيته. طيب هل ده معناه ان الاخرين ما كانوش اصوات مصريه؟ عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم الى اخره ما كانتش اصوات مصريه؟ لا، كانت اصوات مصريه لكن ليها شبه، ليها يعني نقدر حتى هذه اللحظه في اصوات شبه عبد الوهاب موجوده في بعض الدول العربيه، في اصوات شبه عبد الحليم، لكن قنديل كان بصمه خاصه جدا، كان صوت مميز قوي، كان ليه حضور، قدر مع مرور سنين الخمسينات ومع نضج تجربته انه يبقى الباترينا اللي بيمثل الاداء الشعبي الراقي والرشيق اللي كان بينادي بيه او بيحب يقدمه ملحن مهم قوي زي محمود الشريف. عشان كده اغنيات قنديل مع محمود الشريف او حتى مع الاخرين نجحت وعاشت. خلي بالك انه كمان كان بيشتغل في منطقه محدده خاصه بيه هو، ما كانش حد يعرف ينافسه، عشان كده لما ام كلثوم تقول عليه انه احسن صوت رجالي فهو مش في منافسه مع ام كلثوم، لما عبد الحليم يقول ده فهو مش في منافسه مع عبد الحليم، الحليم الممثل الرومانسيه هو ممثل اللون الشعبي، لما عبد الوهاب يقول بأدائه الرصين هو مش منافس لقنديل او قنديل مش منافس ليه، وبالتالي قنديل كان عنده منطقه مهمة جدا خاصة بيه ما يقدرش حد يقرب لونه فيها. على الرغم من وجود المنطقة دي واستاذ اشرف وانه اللون الشعبي المختلف تماما وطريقته الخاصة لو نقدر نقول، بس انتاجه رغم ده هل انتاجه كان قليل بالمقارنة مثلا؟ يعني حضرتك ازاي بتقيم الحتة دي بانه مختلف وانه لون وصوت؟ ما نقدرش نقول انه كان انتاجه قليل، بس هو المشكلة انه احنا اعتدنا في الاعلام عموما ان احنا بنشتغل على المضمون. هو ليه اربع خمس ست اغنيات ناجحه، ثلاث كلمات وجميل يثمر واثمر و سماح الى اخره، دي اغنيات خدت مع الناس وقربوا منها وارتبطوا بيها، فبداوا يزرعوها. لكن هو ليه تراث غنائي كبير جدا من انتاج الاذاعه المصريه، وفتره الخمسينات والستينات كان غزير الانتاج، لكن التركيز دايما على عدد معين من الاغنيات. بالمناسبه ده موجود عند كتير من الفنانين، يعني محمد فوزي بكل قيمته عدد معين من الاغنيات هي اللي بتتذاع، ليلى مراد بكل قيمتها نفس الحكايه، يمكن الاستثناءات عند عبد الحليم وعند شاديه مثلا لانه ادائهم كان ممتد لفتره طويله قوي، وكانوا وجودهم السينمائي ادى مساحه ايضا اكبر لتواجدهم واعمالهم بينهم. انما قنديل لا، قنديل وجوده السينمائي محدود جدا، وبالتالي هو ما يعني مختارات الاذاعه، فهو كان اسير لما تقدمه الاذاعه المصريه من اغنيات. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ اشرف غريب الناقد الفني.